أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة أخبار حقوق الإنسان للعالم العربي. في عودة لزيارة المقر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب السيد خوان مينديس للمملكة المغربية، قالت جمعية عدالة الرأي العام أنه هو والفريق المرافق له قام بعقد 4 لقاءات متتالية بمقرها يوم السبت الموافق للخامس عشر من سبتمبر 22 و2000، وذلك كالتالي: كان اللقاء الأول مع اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب والمشكلة مشكلة من 13 هيئة حقوقية مغربية، نذكر منها على سبيل المثال جمعية هيئة المحامين بالمغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للسجون. كما حذر لهذا اللقاء بالإضافة لأعضاء اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب كل من المنظمات الحقوقية التالية: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. أما اللقاء الثاني فكان مع وفد من منظمة أطباء بلا حدود، واللقاء الثالث مع اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وعدد من عائلات الضحايا. اللقاء الرابع والأخير كان مع نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وقد كانت لهذه اللقاءات فرصة لتقديم شهادات حول واقع ملف التعذيب بالمغرب، حيث استمع المقرر الخاص بالتعذيب والفريق المرافق له بكامل الاهتمام إلى مختلف هذه الهيئات، وطرح عددا من الاستفسارات والأسئلة بخصوص ما تم تقديمه من إفادات، كما تسلم عددا من الملفات وعددا من الشهادات والتصريحات المسجلة في علاقة مع موضوع زيارته إلى المملكة المغربية. على صعيد آخر، قالت Human Rights Watch في رسالة إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي مطالب بتعديل مواد في مسودة الدستور من شأنها تقويض حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير وحقوق المرأة ومبدأ عدم التمييز وحرية الفكر والضمير. تم عرض الدستور كما وضعته 6 من لجان المجلس ووزعته في 8 من أغسطس 22 و2000. تم عرضه على لجنة تنسيقية تابعة للمجلس تقوم بإعداده للعرض على المجلس بالكامل بغرض النقاش والتصويت. تتعلق أوجه القصور في حماية حقوق الإنسان إلى حد بعيد بوضع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها تونس، وحرية التعبير وحرية الفكر والاعتقاد والمساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز، كما اكتشفت Human Rights Watch عند تحليل المواد المقترحة. وقد قال إيريك جولدستاين النائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Human Rights Watch: إذ تم تمرير الدستور وبه هذه المواد فسوف يقوض حرية التعبير باسم حماية المقدسات، ويضع أساسا لتآكل مكتسبات البلاد في مجال حقوق المرأة، ويضعف بطرق أخرى التزام تونس باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها سابقا. واكتشفت Human Rights Watch في تحليلها لمسودة الدستور أن المادة 17 التي تنص على أن احترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور تخلق تذبذبا قانونيا فيما يتعلق بانتباق اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها تونس، وربما يغري نص القضاة والمشرعين بتجاهل تلك المعاهدات بذريعة أنها تتناقض والدستور الجديد، كما قالت Human Rights Watch. على صعيد آخر، وفي 16 من سبتمبر 22 و2000، حكمت المحكمة الجنائية الأولى في مسقط على المدافع عن حقوق الإنسان السيد مختار الهنائي بالسجن 1 سنة وغرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني، وذلك بتهمتي إهانة السلطان قابوس وانتهاك قانون تكنولوجيا المعلومات. وفي الوقت ذاته أجلت المحكمة محاكمة كل من السادة خلفان البداوي وخالد النوفلي وسلطان السعدي وهيثم المالكي ومحمد الفزاري لغاية 14 من شهر أكتوبر 22 و2000،
كما أجلت المحكمة أيضا محاكمة السيدين حمود أرشيدي وحمد الخروسي إلى 24 من أكتوبر. فرونتلاين ديفندرز أدانت المضايقات القضائية المستمرة ضد هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين السلميين، وتعتقد بأن لها صلة مباشرة بأنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودعت السلطات العمانية إلى إلغاء الإدانة ضد مختار الأنائي فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه بسبب ممارسته لحقه المشروع في الدفاع عن حرية التجمع والتعبير. أعزائي المشاهدين، بهذا إذا نصل إلى نهاية نشرتنا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.